للركوب. حقيقة الحقيقة يعني أنا مش عارف حضرتك بنيت الموضوع ده إزاي. الأسرة التي تقوم بالاقتراض، هذه الأسرة تضغط على نفسها وعلى أبنائها وهم وفيها. أستاذ عماد، أستاذ عماد، يعني ناس قاعدة عمالة تتكلم بره الاستوديو والصوت وصلنا لغاية هنا ومفيش أي التزام بقواعد العمل الإعلامي خالص يا أستاذ عماد.